إلى كل السلبية في العالم، سلبية الكلمات، الأفعال، النظرات. ارحلوا بكل لطف، لا متسعة في حياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية يا أحلى متابعين. اليوم راح نتكلم عن إدارة 24 ساعة في اليوم، أو كيف ننظم 24 ساعة بيومنا بطريقة جدا جميلة ورائعة. ما في أي شخص مننا ما بيقول أنه 24 ساعة بيومنا ما بتكفينا. ليش؟ لإنجاز كل المهمات اللي بنضعها ضمن الخطة. بعض مننا بياخذ دورة إدارة الوقت والحياة، أنا واحدة منكم، وينتهي 24 ساعة من يومنا من غير ما ننجز أي شيء من الإنجازات اللي احنا حطيناها. بس الحمد لله أنا وصلت في الفترة الأخيرة لإني عارفة كيف أنجز تقريبا نص الأشياء اللي أنا بحطها في الجدول. أهم شغلة إني أنا ما أضيع الرياضة في نفس اليوم. هل عدم قدرة الشخص على إدارة 24 ساعة باليوم دليل على إنه شخص فوضوي أو لا؟ ممكن يكون شخص فوضوي، ولكن أو ممكن ما يكون شخص فوضوي ولكن مو عارف كيف يدير 24 ساعة، أو ممكن يكون فوضوي لأنه هو أساساً ما راح يحط جدول لحياته. لكن أهم شغلة يعرف كيف يوضع المهمات المهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية. وهناك بعض أشخاص اللي ينظموا وقتهم بطريقة جدا جميلة ورائعة، من أول ما يصحوا إلين ينام. في أحلى منهم؟ دول الأشخاص بس أتعرف عليهم عشان يعلموني وشلون أدير وقتي. وكمان شغلة، في أشخاص يعانون من الفوضى في حياتهم، راح أعطيهم بعض النصائح. أول نصيحة، يحاربوا العشوائية في حياتهم. كيف يحاربوا العشوائية؟ نتعلم أن نصحى صباح بدري، أهم شغلة نتعلم أن نصحى صباح بدري، لأنه اللي زي يعني نحب نشتغل بالليل بعد ما كل الناس يناموا. فأحس أنه بيصير إحنا عكس البشر، بيصير نصحى إحنا بعد الظهر ومن هناك يبدأ يومنا. لكن أنا بحاول أني أصير من الناس اللي يصحى الصباح حتى الجدول كله يمشي. وكمان شغلة، جدولة اليوم، أنه نجدول اليوم من بدايته إلى آخره. أهم شغلة يكون في عندنا ساعة أو ساعة ونص نمارس فيه هواية إحنا نحبها. وكمان شغلة، لازم أنا أسأل نفسي كيف بيضيع اليوم كله من غير ما أنجز أي شغلة مهمة. كيف يضيع اليوم من غير ما أنجز أي شغلة؟ هل في شغلة ثانوية أنا بأسويها أو كله أنا ما بأنجز شغلة؟ وكمان شغلة، أعرف إيش الوقت المثالي اللي موجود بحياتي، اللي إيش وقت المثالي اللي باليوم هذا إيش أنجز فيه. ممكن أعمل فيه شغلة مثلا عظيمة تحتاج مني طاقة، مثلا الرياضة، أو يكون هذا الوقت هو الوقت المثالي عندي أسوي فيه الغداء. ممكن هذا الوقت المثالي عندي أكتب، بس أكيد إنه وقت الكتاب ووقت القراءة هذا سبحان الله بيكون وقت نمطي موجود في كل شخص. ممكن أنا من الناس اللي أحب أقرأ قبل لا أنام، أمسك كتاب وأقرأ. وفي ناس يحبوا يقروا مثلا في الصباح، ناس يحبوا يروحوا كافي، فكل واحد يعرف الوقت المثالي ويحط أكثر شغلة تاخذ منه مجهود. وكمان شغلة، إذا كنتم من الناس اللي يضيع يومكم كله من غير أي إنجاز، حاولوا إنكم تعيدوا النظر بالمهمات اللي أنتم بتحطوها ضمن الجدول، وتفوضوا المهمات اللي غير مهمة لأشخاص ممكن يعملوها عنكم. وكمان آخر شغلة، آخر شغلة هذه خاصة للسيدات، معليش شوية عنصرية، حطي في جدول يومك وقت جميل ورائع تحطي فيه ماسك، تدلعي، تقفي قدام المراية، تقول لنفسك كلام جميل ورائع. وأهم شغلة، يكون عندك وقت تمارسي فيه رياضة. حافظي على جسدك، لأنه
الجسم السليم في العقل السليم. وأتمنى بجد معليش عفوا، وأتمنى أتمنى 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 بجد إنه نصايحي تكون مفيدة لكم ورائعة. وترى لما يكون عقلك سليم جسمك بيكون سليم، قلبك بيكون سليم، تعرف كل شغلة في حياتك قد إيش هي ماشية طريقة جدا جميلة ورائعة. ممكن مو كلكم شفتوا روتين الإيجابية اللي أنا عملته، ممكن البعض استخف فيه، بس الوقفة قدام المراية وأعطي لنفسي كلام جميل ورائع وإيجابي بيخليني أني أكمل اليوم بطريقة جدا رائعة، طريقة جدا جميلة بتخليني أتقبل أي شيء، أتقبل كل الضغوطات اللي بتصير في حياتي، خاصة لو أنا أعطيتني نفسي كلام جميل ورائع. أشوفكم على خير يا أحلى متابعين.